الغضب يتجدد في البصرة مرة أخرى، فعودة التظاهرات لم ترق لمناهضيها، حيث وجهت على الفور رسالة دموية أخرى للناشطين عبر اغتيال الناشط وسام الغراوي. وتتحدث المصادر عن قيام ميليشيات مسلحة بفتح النار على الغراوي أمام منزله وسط المحافظة ولوذهم بالفرار. يدري يعني الرجال هو يقول أنا يوم اللي متوقع أنضرب، يدري نفس الشخص هو بسبب أنه خروجه بتظاهرات. بس خروجه بتظاهر، بس الله ينتقم عليكم إن شاء الله، الله ينتقم عليكم وعلى الجابكم وعلى الدبابات الجابكم من إيران ومن أمريكا. اغتيال الغراوي جاء ردا كما يبدو على مشاركته بالتظاهرات التي سائمت وعود الأحزاب والحكومة بالإصلاح، فبادرت قبل 5 أشهر إلى إحراق مقرات ميليشيات الحشد والقنصلية الإيرانية بالبصرة. الحادثة وخصوصيتها استدعت إلى ذاكرة العراقيين حوادث اغتيال العديد من الناشطين والناشطات في البصرة وذيقار وبغداد، كانوا على قوائم استلمتها ميليشيا العصائب من القنصلية الإيرانية كما يكشف حقوقيون، ردا على إحراق القنصلية وتمزيق صور خامنئي. من جانبها لم تحرك السلطات الحكومية ساكنا جراء تنامي عمليات الاغتيال، ولم تعلق على ما يجري تزامنا مع حملات تشويه منظمة استهدفت الضحايا. ومع كل ما يجري يبدو أن الشارع الشعبية في البصرة وغيرها من محافظات الجنوب مصرون على الاستمرار في التظاهرات، هذه التي يجدها الأمل الأخير في التغيير لانتزاع حقوقه وتحقيق مطالبه، متحديا بذلك رصاص القوات الحكومية والميليشيات وحتى السجون التي لا تزال مليئة بالمتظاهرين وأبرياء آخرين فقط لأنهم قالوا لا في وجه إيران وأطراف العملية السياسية وميليشياتها.